ازيكم يا جماعه؟ هنجرب النهارده الالاترا، اللوتس الالاترا الاس يو في الكهرباء بتاعتهم، البرفورمانس لوتس الالاترا الار، عربيه رهيبه جدا. هنطلع نجربها على طريق الخدمه بره كده في لف عشان بس ناخد طعم الالاترا. بس تعالوا افرج لكم العربيه بسرعه ونشوف المواصفات، يلا بينا. طيب الالاترا فول سايز اس يو في بيرفورمانس اس يو في، خدوا بالكم دي الار. هنتكلم اكتر على العربيه واحنا سايقينها، بس اولا عايز اوريكم الحته بتاعه الايروداينامكس بتاعه العربيه، ازاي بتتعامل مع الهواء. شايفين الفتحات المهوله اولا من قدام زي ما انتم شايفين، ده كاربون فايبر، وشايفين الفتحه هنا مهوله ازاي. ولو نزلنا كمان تحت بصوا الفتحات اللي تحت دول اللي هم المثلثات دي كلها بتفتح. العربيه احنا كنا لسه طالعين بيها فمفتوحين عشان يهووا العربيه، وفيها كاربون فايبر زي ما انتم شايفين السبلتر كاربون فايبر، والانوار الرئيسيه هنا من هنا، وعندي الدي تايم راننج لايتس واللوتس. وشايفين الديزاين برضه، اوريكم الحته دي ليها علاقه بمخارج الهواء، ان الهواء بيجي من الحته دي مكشوفه عشان تخلي الجزء الاسفل بتاع العربيه او المقدمه تثبت اكتر على الطريق. كاربون فايبر في كل حته، احنا بناخد يا دوب لفه سريعه جدا. بصوا فرد الكاوتش 23 275 35 ادابتيف سسبنشن، ادابتيف اير سسبنشن. الجنط شكله حلو قوي، بس الفرامل هنا عاديين ستيل بريكس، وطبعا لوتس براندد في كل حته، اللوجو بتاع لوتس حلو. عربيه مليانه كاميرز، بص مجموعه الكاميرز دي كلها. وهنا التشارجنج بورت، استنوا بقى زي ما انتم شايفين كهرباء، ونقفلها كده. اوكي انتيوتيف سهله، واحده من الكاميرات. طبعا بوب اوت هاندلز كنا وريها لكم وهي بتستعرض من جوه. فيها كاف ساوند سيستم مبسوطين بيه قوي، 23 سماعه، وزي ما انتم شايفين خشب وماتيريالز وجلد فيري بريميوم. والانتيرير بتاعها اتفرجوا عليه، في شاشه هنا صغيره قدام الكاميرا بتاعتي بالجو برو، وهنا شاشه ثانيه ومذهبه شويه زياده، وفي شاشه ثالثه هناك اهي. اوكي لكن اتفرجوا على العربيه كلها، يعني باكيت سيتس حاضنه جدا، وتو تون، ودهب برضو شويه زياده، وطبعا البيبان فريمليس. وكمان تعالوا نشوف هما سوفت كلوز، بس انا خبطته زياده على السوفت كلوز بتاعه. تعالوا نبص بسرعه كده من جوه. اوكي عندك شاشه هنا كمان، وبصوا السيتس ظهرها عامل ايه، هي تهبل طبعا مفيش شك، ومهتمين قوي لوتس انها تعمل اس يو في، دي حاجه كبيره. وتشوفوا بقى التكمله بتاعه الايروداينامكس من هنا. الجناح، وده مفروض لايدار. لايدار ده اللي هو جهاز زي يعني بيحس بالعربيات والحاجات اللي قدام والوراء، والعربيه فيها اللي بيسموه الاوتونومي العالي. بصوا على اللايت بار، وبصوا على اهتمام لوتس بالايروداينامكس ازاي قوي جدا. شايفين ده مخرج للهواء عشان يحسن ثبات العربيه على الارض. ومن تحت عندك كاربون فايبر بامبر كله واللايت بار، يونيك كار، شكلها حلو جدا مفيش شك. تعالوا نطلع نجربها على الشارع ونشوف العربية عاملة ايه، يلا بينا. طيب تعالوا نجرب الالاترا ار في كده جارية محدودة بس عشان نحس بالاحساس. وهتشوفوا من الكاميرا دي، الكاميرا دي غالبا هتتخلع او هتطير. العربية زي ما قلنا أرقامها 905 حصان، أكتر من كام تورك قلنا؟ 980 نيوتن متر باوند، ولا نيوتن متر، عشان لو تورك، لو باوند فوت ده يبقى كتير قوي. و 0-100 في العربية دي وزنها الإجمالي 3.5 طن، يعني فيل أفريقي متوسط الحجم يا جماعة. تتسارع من 0-100 في كام؟ 2.9 من 10، رقم يعني هيخلي ناس كتير قوي تعيط. اوكي اول حاجه هنعملها، اتفرجوا على كاميرا العدادات وركزوا، يا ريت ما تطيرش، كل حاجه هتطير في العربيه. اول حاجه نقف خالص، طبعا ممكن يبقى في فرصه ان احنا نعمل ريفيو للعربيه كامل باكسلريشن ران. هستعبك بقى، هتمسك الكاميرا من هنا، ايوه بس كده، يلا جاهز 1 2 3. الدم بيتسحب خالص وما بيرجعش تقريبا يا جماعه. هي فيها جير بوكس ولا لا؟ فيها فيها ريشيو، انا حسيت بالنقل على طول.
اوكي عشان كده بسالك، لان حسيت ان العربيه نقلت نقله تطول تدي لها نفس اكتر زي من نفس البلاي بوك بتاع التايكان يعني. اوكي العربيه طبعا بتتسارع اول ويل درايف دفع كلي، ومش هتقدر تعرف انها عربيه وزنها يعني اوكي اكيد مخبيين الوزن. العربيه فيها ادابتيف سسبنشن، ادابتيف اير سسبنشن على الاربع تركان بتاعه العربيه. التوجيه برضو خدوا بالك هما بيحاولوا ياخدوا الفلسفه بتاعت لوتس اللي هي العربيه الرياضيه في قلبها، يعني صممها رياضي وخفيفه ويطبقوها على كهرباء. فده تحدي كبير، واللي انتوا سامعينه فيك وره كده الايه السبويلر بيرجع مكانه تاني عشان هديت السرعه. بس التجربه فريده من نوعها، يتخوف. وكمان بالاول ويل درايف، بصوا حتى وانا كده تاني، معلش هوريكم تاني، بتعمل تورك ستير بالاربع عجلات يا جماعه، وفي نقله حلوه قوي احساسها كمان. والتوب سبيد احنا بنتكلم ايه 250 اوموس ياس اوكي. بصوا تاني اوكي لا 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 جامده طبعا مفيش شك. وبتهندل ايه؟ بتهندل حلو يعني. هم زي التايكان قدروا يخبوا وزنها شويه، مفيش شك ان الوزن مش باين قوي في العربيه، وده اكبر تحدي ان انت تخبي وزن كبير. مخبيينه بالادابتيف سسبنشن، ومخبيينه كمان واضح ان فيها انتي رول بارز اللي هي الحاجات اللي بتمنع العربيه انها تعمل الدايف، انها تخليها ثابته في الملفات. فواضح وعجبني حكايه النقله، لانه بيخلي نفس العربيه اطول قوي في السرعه النهائيه عشان تبقى عربيه رياضيه بجد. اوكي ده كان مجرد زي ما بيقولوا كده احساس للالترا. وطبعا زي كل عربيات لوتس لازم تبتدي بحرف الاي. وكولين تشابمان اللي هو الراجل المؤسس بتاع لوتس، هل يبقى مبسوط بالعربيه دي؟ اكيد هيبقى مبسوط لانها هتاثر على المبيعات. خلينا نتكلم بصراحه، فكولين تشابمان في امره النهارده مبسوط، ولكن طبعا هي بعيده عن الفلسفه الاصليه بتاعت لوتس. لكن بصوا فيراري عملوا اس يو في، طبعا هم فيراري بيقولوا عليها اف يو في، فيراري يوتيليتي فيكل، ما حدش يقول عليها اس يو في عشان يقام عليك يعني يتضايقوا منك قوي. اوكي كهربا كامله، لا مبهره. المدى بنتكلم في 500 كيلو. الارقام كلها كبيره قوي في العربيه. العربيه من جوه زي ما اتفرجتوا زي كل العربيات الحديثه، فيها مجموعه شاشات كتيره قوي، بس مش في وشك، مش اللي هما مؤلمين، وامبيانت لايتس، يعني العربيه كلها برضو فيها فيتشرز حلو قوي مميزه. ثمن العربيه اوكي عشان نبقى عارفين، ثمن العربيه 170,000 دولار للار، لاعلى واحده. في واحده اقل منها بكام بقى؟ هي اكشلي الار ستارتس فروم 160,000 دولار. ده بتبتدي من 160,000 دولار يا جماعه، انا اسف جدا غلطت في 10,000 دولار، ده مبلغ برضه. والدريفيتيفز الاقل اللي هي الالترا العاديه، المشتقات الاقل عشان بس بنترجم. ايوه بنتكلم في ممكن من 122,000 دولار ل 148,000 دولار، ديبندز على يعني تعتمد على الاوبشنز اللي هتحط في العربيه. واحد بيعولها معاها تشارجر بتاعها ولا يس؟ لوتس هيبقى عندها البراند تشارجرز بتوعها. اوكي ده البلان. يس خلاص ثانك يو، مش لازم تمسك البتاعه دي، مفيش اكسلريشن تاني، لا تمام سيبها. اوكي يا جماعه ده كان احساس للالترا سوبر الكتريك اس يو في بارقام مرعبه، وفيها تكنولوجي سويت حلوه قوي. يمكن الانتيرير فيه ذهب زياده شويه، معلش انا مش بحبش قوي الذهب، وكان في حد تاني معايا برضو بيقول نفس الراي، بس طبعا اكيد الحاجات دي كلها كاستمايزبل وتجيبها بلون الفرش واللي انت عايزه. كراسي مريحه قوي محدش هيعترض عليها. بالنسبه لوسائل الامان بهزر طبعا، اكيد وسائل الامان في العربيه كلها ممتازه، لان عربيه حتى لو هي دريفن بجيلي اللي هي الشركه المالكه اللوتس، فهي لوتس يعني يورو ان كاب، مبهره. ممكن يبقى لينا، بس مش هوعد، ممكن يبقى لينا حسب الظروف بتاع الناس بتوع لوتس، ممكن يبقى فيه فول ريفيو بالتصارع نشوف ال 2.9 ثانيه ولا لا فيها 2.9 يمكن اقل كمان، ونعمل لها ريفيو كامل اون ذا جراوند، ندي لكم فرجه اكبر ليها. بس كده لو عجبكم الكلام ده اشكروا لوتس جدا، والبلس 1 اللي معايا اللي استحمل كل البهدله اللي بتحصل في التسارع والبطن صمدت. بس كده سلام.